جايينها لمكان الفنان خلاف عاد راسهم بالكرة الحين ما بروا نرمس لين خلاف أول الله إن شاء الله إذا الله جعل الأمر بده. المباراة وبعد طول عناء بعد طول عناء طشيت لين الشدة قال وضعي ما يسمح ولب مجهز نفسي والأشياء لك الحمد لله رب العالمين الله سخره الشاعر المميز راعي البيرق وراعي العلوم الطيبة الشاعر أحمد بن سلطان بن حي. يلا حي إيش حالك يا أخوي؟ يا مرحبا كيف أنت؟ أثرني مرة أنا متبهدل عندك بهدلة. لا والله كل ما فيك زين تاتك ورد يا شاعر. الله يحفظك. يا مرحبا بالسلطان. يا مرحبا بك في محلك في الهواء. احنا يوم لقيناك البارحة وعزمناك على غداء عزمناك لك شخصيا يعني غداء خاص حتى راس السمكة جزاك الله خير الراس نعم مسواي لك خصوصا اشكر فنك هذا هذا يوم قلت قطو فرنا بمصير هذا انا غير السمك ما طاعت يوافق الا على سمك اي وحالف حالف ايه وحلفته ما تسوي والله يا تويساتني كله ما نملك ولا نعرف ولا نشوف الا كله فضل الله سبحانه وتعالى من ثم فضلكم الله يسلمك وهالخير بيوت خير وهالكرم ما يبالك تويست الطول عاده ونحن خطرنا في سميجه لا نحن حالفين لك انك ما تسوي الا سمك لا استوى غير سمك محمد يبغى ما خلاني اسجل حديث يوقف شعري ينوبكم لو سمعتوا لكن سبحان الله ما الله كتب لي نصيب إلا كان بيرد هذا طال عمرك تاريخ إيه نعم ونحن لازم لش لقيت الإنسان المتلقي اللي وده إنه يسمع اللي مر على أحمد سلطان من نعم. مواقف نعم اللي سمعته ما يحتاج نذكره أنا طمعان في الطير يوم الحجر لا هذه ما أحلى الحين أنت قلت خلاص بتقولها هذه نعم بس هاي عدها هذه طال عماركم هو يا الشيخ محمد الله يحفظه رئيس الدولة من سنين أنا من يوم استويت صقر واللي جاب السالفة مساعة سالفة الطيور تحاوينا هو يا وحقل في يده الطير يوم حقل يده أنا ورسيته يتبع بعين على حقلة الطير الحين اللي محقول وكيد أنه بهزع قال ها لا خل وقبلها مني بلخمت ريله وفك الطير منها قال احمد الطير يوم بيحق لك قبلها بلخمت الريل مني من فوق ويفك قلت طويل العمر انا من يوم خلقت وانا شو طير نعم في كل شيء فاهم وهذه المعلومه والله يا طويل العمر اني ما عرفتها الا اليوم وانا صاحبك هذه المعلومه اللي اكلمها ابو محمد وايد من المواقف اللي منها طال عمرك عديت القصيدة لكم ساعية اللي أقولها فيها نعرف أن ما لحقنا محتواك ونعرف أن من غلاك من أوليها لا بخير والديك حاضر يقول خذ علومي عقب حي الله نباك القصة أوليها لازم القصة عشان المتفرج والمستمع يعرف القصة لها ترى قصة بدون قصتها مستحيل انك انت تستوعب قوة القصيدة تفضل ابو سلطان القصة اولا القصة اي نعم الشاعر بصفة عامة دائم يتصايد للمواقف نعم ونحن نسرح ترى نضيع على نفس المطراش اللي فيها علمني المعزب فأترياه يقول لي علومك فيركبت القصيدة على هذه وكل يوم أترياه يقول هو مشغول ذاك الأيام هو انشغاله لا انشغاله ما يوقف نعم. حتى في المقنص نعم المهم الله أراد أنك كتبت القصيدة على كلمة علومك نعم قلت اللي أنت بالأساس تترياها أترياها أنا ولا يت نعم قلت خذ علومي عقب حي الله نباك دامني إذا اليوم واقف بين يديك وكان شعري ما ارتقى في مستواك مسمعك يكرم عن البيت الركيك ويوم ربي قاسم النطرش معاك في ديار تجلي الضيق الوشيك يتمعنا كل بونا في ذراك واحتمينا عن ظروف الوقت فيك وابتهجنا في قنصنا في حماك واغتنمنا كل طيب ينتميك واستهاض القاف في الشعر وعناك ثم تبنى في وصوف ما تخافيك فالطيور النادرة في منتقاك تقني النادر ولا يغلى عليك ندر تصقر على طربة هواك قاطعة
على هقاويك تعطيك كأنها تأخذ من وصوف أخوياك الحرارة اللي عن الغير تغنيك، يخضعون المستحيل في رضاك ويقرعون اللي يتمرد ويعصيك. يا أبو خالد ربي ومنه عطاك ثقل عقل وطيب نفس تحتويك، نعرف أن ما لحقنا محتواك، ونعرف أن من غلاك نعد فيك، ونطلب الله عليه يطول بقاك بطول عمره ويرحم الله والديك. والقصيد وايد ما يوقف القصيد. طارت عماركم الشاعر مستعد للدخول في المجموعة ظني 48 في يوم الشاعر المليون. من ضمن القصايد يا شاعر صحفي يتخبرك شو يقول لك الصحفي؟ هاي اللي استفزتك اللي استفزتك وعديت فيها البيتين. قال انت جاي للشهرة ولا للمال؟ تعرف انت شهرة مليون، شهر مليون، خمسة مليون. هنا وانا تفاجأت، انا ريال بدوي جاي على سجيتي، يعني ما عندي في الصحافة، في صحافة وما صحافة، على وردي عفو. ففاجأني قلت له لا انا ما بياي لا هو للشهرة ولا للمال. قال ليش جاي؟ قلت جاي عندي تفرقة بشوف ضربها وين على سجيتي. نعم. ويعني ان السؤال ويعني داخليا انا صدق انا جاي انا جاي امثل دار، انا جاي امثل بلدي، ما هو جاي على عشان شهره ولا علشان. فدارت كم بيت قبل القصيده الرئيسيه اللي بعدها في اول حلقه، فيميت بعد قالوا تفضل. قلت انا حضرت حاسم راي ومفتح عيون ونقيت من دره القصايد فرايد ودخلت قاضي شف للي يودون شاعر يلبس عز داره قلايد قلايد، وانا على الهقوه ولا رد من دون ولا حسب تحساب ايد فوايد. لو عشت طول العمر فقري ومديون يكفي فخاب اني من عيال زايد الحمد لله. وهذا البيت اللي شاع في عند العرب كله، كل عيد الاتحاد يحطونه في السيارات من ورا، لو عشت طول العمر فقري ومديون يكفي فخر بني من عيال زايد الحمد لله عليه. الله يبارك لك، تسلم يا شاعر قرب الغد. أنا طالت عماركم حينة الشاصر. معروف الشاصر. أنا طالت عماركم يوم أكل بالأخص إذا سمك لازم وزارة فاني لها في حالي إذا كنت في بيتي، لكن في بيت العرب عادة بس يعني أفتاك من دهلك. أنا شارط على أبو سلطان أنه حالف عليه مليون يمين ما يسوي غير السمك ومسوي لي هالسمك، لكن هذه عبارة هنا هذا سلما مني، هذا الرأس لكم. هذا طرف هاك سلما وهذا الرأس، هذا الرأس عاد الله 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 الله، هذا السيفود وهذا ها الحبود العشيلاني وهذا كل حبود ما يأكلونه. يا سلام يا سلام، شوف المشوال أكل السباس، وهذا الطرف هذا سلما وراس راس سمكة لا هي صبيطي ولا هي ما تعرف لها شو من سمكة، كان جاي تنبن هياي من عند جماعة ودفع الله الشر والبلاء عنهم. أبو سلطان أبو سلطان الشباب هاي راك من هذا اللي حاط لك شاب فوق راسه من هذا أحمد بن مبارك، والثاني عبيد بن راشد. والله والنعم. شباب تدرسون شو عندكم؟ هذا اللي طال عمرك خاصين من الدراسة. نعم. اللي طال عمرك بيدخل طال عمرك بيكمل دراسته، واللي عنده بعد مهام بيشتغل عليها. نعم الله ييسر أموركم إن شاء الله. الحين ما نقدر نقول كلية. جماعة أبوي كلهم رايحين ما شاء الله تبارك الله، حبود سمك مشواي وشي يعرف وشي ما يعرف، شي مقلى وشي مشواي وشي شي راح شريح. وأنا أبوي طالت عماركم هذا جسمي، هذا جسمي برويت بيه، هذا جسمي طالت، هذا كل من صوبهم الجماعة. لكن أنا هذا اللي ما عقبه لا تدور شراته شيء، يوم بيحصل لك انت الراس مرة ودر كل شيء لهم الجماعة. شوف كيف ناضي، لا إله إلا الله، تحرى قرص جبن جبن تحرى عب سمك. هذا طيب عليه الحمد وشكر. والسلطان طالت عماركم بدوي يا غير موته وحياته السمك، وين ما يصير بر بحر شرق غرب بيموت على السمك. لو تشوفون يوم يخدم يوم يدخل الحضرة يوم يل السمك، يوم شو بقولكم ما تحرونها
راعي طير ومطير. بخبرك كيف انا ابتداك الحين بسلطان، خبرهم شو اللي يميز راعي دولة الإمارات عن غيره. نعم في العرب كلها، لكن راعي دولة الإمارات شي يميزه عن غيره من حيث الهوايات وكونه بري بحري راعي. كل الناس تعرف أن راعي الخلة راعي الخلة، نعم، ويمكن يكون راعي الخلة ومطيب، نعم، وراعي الطير يمكن يكون راعي طير ومطيب، نعم. يعني إذا بيجمع وصفين يمكن، لكن ثلاثة والأربعة ما يروم. لا بصفة عامة، نعم، تلقاه عندك كذا ميزة، وتلقاه راعي الخلة والبحر وراعي طير وسلقر ومطية، في كل مجال تلقاه ملم. ما هو ما يابا من اسمه، ترى هل هل البحر ويا هل البر، وهل البر ويا هل البحر. يدينا الله يغفر له غيص، وراعي الخلة، راعي طير، راعي مطية، راعي كل ما يخص المدوي بتلقاه فيه سبحان الله. وهذا المجتمع الوحيد اللي يفرق عن باقي الخليج. باقي الخليج بتلقى الريال راعي مطية ما له بالنخل، وكان في بحر ما له خص في البيبة ولا له خص في النخلة ولا له خص. فهذا المجتمع اللي يفرق به عن باقي المجتمع. هذا اللي خلاني طالت عماركم البارحة استوقف الرمسة هذه الحين هو ناسنها الحين خليت اضطريت عليه السالفة. وعد الشاعر المميز والفنان الخير الطيب الإعلامي، توني شفت شيء طالت عماركم روحه يرويني مقطع عنده مسجل برنامج اسم البرنامج روحه في جاذبية. فلذلك من غير طلب ومن غير ما يلمح من غير ما يقول أنا أصلاً فرحت بهالإنجاز العظيم اللي أنت سويته ونزلته. ابتدوا المشكلة ابتدوا في تنزيل الحلقات، ومن غير يعني مفروض أن العالم كلها تدري ابتدوا نازل مسوين دعاية أنا في كل مكان. كيف يعني يوم حادث هالهب أضعنا وقالت حلو يوزوني الرأي، يوم ابتديتوا بالبيت خبرتوا العرب؟ لا ما شفت أنت الحين رويتك صورة. نعم هذه وين؟ في المول، في ياس مول، في الشيء شبه كلام هذا متى؟ من قبل لا يبدأ. أنت اللي بس ما دريت. أنت شو؟ ولا هذه فراسة الصحراء نحن. البرحينة ما أنا ما عندي مشكلة. بنفترض إن التقصير مني أنا. هالجماعة حين موجودين وياك صبح ومساء وشهدوا وياي ضدك أنت. حين ما عليه نحن أنا كواجب. نعم. أديتها بكامل وجه. جزاك الله خير. أنا يا طويل العمر سويت برنامج فراسة الصحراء اللي تورثناه من عند هلنا، نعم، بما يخص البر كامل، نعم، وثقته في برنامج عبارة عن 10 حلقات، وهذه 10 حلقات فيها اللي يجهلونه أكثر الناس، في ناس تفهمه بتعرفه، نعم، لكن أكثر الناس ما يعرفونه مثل قص الإثار، كل شيء من قص الإثار، التوقيت، مسميات البر، من اللي عندنا نحن هني، نعم، مسميات، حتى لو فرقت المسميات بين من إمارة الإمارة، ولكن نحن وثقنا اللي رابين عليه نحن. نعم. نعم. موجود في فراسة الصحراء. من أندرها وأغربها أنا سمعت توني طالت عماركم يطري يعرف العقرب ثرها من حتى من العقرب الصفراء من السوداء، يعرف ثريته ويعرف ثر الأرنب الذكر من الأنثى. نعم. شو اللي يفرق في ثارية الأنثى من الذكر في الأرانب؟ الذكر اخف دوس، نعم، في التراب اخف من الانثى. الانثى دائما تلقاها غليظه، والعدنه يسمونها احنا نسميها العدنه، نعم، اكبر من الذكر سبحان الله في الارانب. والعقارب مثل العقرب السوداء تلقاها توسط ثرها واغلظ في الدوس، والصفراء لا اعرض واخف سبحانك يا رب. من فراسة الصحراء هذه اللي نحن طرحناه. هي فلذلك أنا طالت عماركم ضروري أحط لكم لقطة ممكن لا بشغل شوي لقطة. فراسة الصحراء بصفة عامة ما يت من عبث، يت من قسوة الطبيعة على البشر. الصحراء هذه القسوة هي اللي حدت الناس على اكتشاف جميع ما يخص سلوكيات الحيوانات البرية وغيرها.
ومن فراسة الصحراء الحذر. فراسة الصحراء الاثنين في هذا التوقيت على قناة الإمارات. وسلطان تصوير عليك. وين بسير بالله؟ شوف اولا قالوا مزرعتك ماخذ المزرعه النموذجيه زين، وحين احنا بنعرف على اي اساس خذت مزرعك المزرعه النموذجيه. شوف العين قدام العرب تم الحين طالع منك اول بادي خذ نظره مني نعم سريعه هي وبناك بناخذ جود. الله، وهذا شو حينه؟ هذا البيت، بيت الزبير حمد. نعم. تسجيل المزرعة. نعم. هذه كلها أوتوماتيكية. هاي اللي تحت الألمنيوم هذاك. كلها ديانم بتوقيت تسجيل نخل، كل نخل. تايمر. كل نخلة تأخذ قسمها بالتساوي. نعم. وهاي البركة هي اللي تخدم. هني بنأخذ جوله، بنراويك مصنع التمور، بنراويك مشتل التجارب، بنراويك أشياء كثيرة في المزرعة تبالها شرح. توكل على الله. هذا مدخل المزرعة. هذا المزرعة النموذجية، هذا ترى مدخلها. دخلنا من تدخل تيك لافته من عقب الباركنات، هذا المحتوى اللي فيها. دليل المزرعة مزرعة شيخة شيخة لاحج، رغم مزرعة هالكثر محضر سيح الخير. بوابة يعني بوابة اللي هي بصفة عامة المخزن مركز الانتقال. هذا كتابة، أما بالتصوير بالألوان هذا الموقع كله. هذه المزرعة كم من خلا فيها؟ 850 تقريبا. تبارك الرحمن. هذه المزرعة منشر. بنوافيكم عاد بالمستجد، صبروا حينا ما بنخبركم عن الهست كله، صبروا علينا أستا. يلا أبو سلطان. هذا الميلس اللي نحن فيه، ميلس يغني يالي يضم حوالي 60-80 نفر، يضمهم وبباركنات والهاك المدخل اللي دخلناه. هذا شو؟ هذا مخزن، وهذا مخزن. أما هذا التانكي هذا عجبة روحه. هذا شفتوا صهريج خاط فيه بسيار في الخطوط، صهريج نفط، صهريج ديزل. هذا لكن هذا ما فيه ديزل، هذا سماد مرة كامل ينسقل النخل بطريقة مبتكرة، نحط السماد فيه والماء نسحبه من بعد فلاتر. كم قالون هذا؟ هذا 10,000. 10,000 قالوا. سمعوا يقول لي أبو محمد تسمع الطريب انت عندنا، هي المزرعة فيها يميع الحلال، تسمع الطريب تروح ريحه. قلت له ابوي الطرب اليوعان، لكن انت ابوي متشرمين هل ما الطرب ما يطربن من شبعانات. مكينة الرش الاوتوماتيكي، كيف مكينة الرش؟ مزرعتنا كاملة. نعم. الرش من هالمكان، هالغرفة. مددها لها بيبات كاملة، واللي يطيب خاطر العام اللي بيرش بيلقى له ولف يشبك فوزه فيه. ورش. ومحافوظ، كله محافوظ في غرفة مكيفة. ايه غرفة مكيفة. شكرا فنك. ما اسمع، عيد المعلومة انت 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 عيد المعلومة. كشرة مزرعتنا ومخلفاتنا ومخلفات المزرعة كلها. أهم الكلمة الأولية اللي هي كشرة كشرة المزرعة، الكشرة بتاعت المزرعة. انت منين ما مصر؟ منين؟ انا من الشرقية يا راجل. اقدع ناس. شوف الحل، خلينا نروح ننسى محل روحنا نحنا. هاي المكينة تسوي مكعبات. من شو؟ الحشيش والكشرة، أي مخلفات. شلكم أنتوا؟ ما يطيح لهم شيء. درام لو البلدي ما إعادة التدوير معتمدين على بزرعة بن هياي ما حصلوا من وراء ما تطير به الدبابة علينا. كل شيء يستغلونه، خطر عليهم يحلبون النملة. هذا المسمى روح حيستكم، هذا ناتق. ناتق انا مسمي ناتق، طالت عماركم. شو اسمها البقعة اللي نحن فيها؟ هاي ناتق الحليو. قريتوا انتوا الاسم؟ يلا الحين عاد بنرويكم. هذا الحين الانسان، شوفوا الانسان من يظهر من عندك من بيتك انت ما تعرف من يظهر، تكفخ سياره يصير ما يرد، حد يقص عليه، حد يغوي، حد يخطفه، حد. ترى الحين العرب ما تقول خير، ان شافوا عندك طباخ ختلوا له عند المسيد، ولا شافوا عند الكانتين، ولا كافيتيريا، ولا خاري، ولا ويدري، ولا في الشبره، قالوا له ها كم يعطيك المعزب؟ قال له يعطيني 1000. قال بعطيك 3000 ودري ياك. عاد الطباخ قال حق المعزب، بابا موت، ماما موت، انا اريد اسافر بلاد. زين قال المعزب سر عندك اجازه؟ قال لا 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 انا ما برجع تراني،
نشعد المعزف فقير على ويه عطاه المكسوب توكل على الله ساعة ما توعاب عقب ثلاثة شهور إلا عند بقعة الفلانية والجمال لا وراعي البقعة الفلانية اللي شال لنا وقص عليه وغواه كنت شايف لنا قبل عندك ومتقهوي عندك ويجيك يسألك ما تشوف طباخ مختلف عن راعي البيت مسكين على ويه يقول له بشيرك صار ما رد تلقط اللي صار جنه اللي قدم هالسؤال شوفوا ها شوفوا هذا فلذلك حينه بن هياي نبرمج لهم برمجه اللي بيظهر من منكم انتوا يا العمال اللي موجوده تسجل شو فيه شو ما فيه هذا مثلا انت غرفه رقم A11 تحت العلاج ذكر غرفه A40 تحت العلاج انت بهالطريقه حق اللي بي من عقبه من عقب ما يظهر مويه الباب هذا ما يندرى بيرد ما بيرد العلم عند الله ان يلس حب له كرامه المسيره تستمر اي الحياه مستمره فهذه هاي غرفه طالت عماركم تربيه الارانب هذا نحن ما بنفصل لكم بالتحديد شو الطريقه لان هذا المشروع ما حد سبق شاعرنا بن هياي لانه عاشق للطبيعه وعاشق لكل شيء يحترج حي ها اي والله كان ياسين في كنديشن كنديشن تعال كنديشنات ترى الدنيا ها ها من أرانبنا بنا نحن هاي أرانبنا نحن هاي يسمونها عندنا شو هذا شو وين سربها هذا سرب طريقة تربية خلاف يا جماعة الخير ما علي سامحوني ما بقدر أصور الحيثيات المشروع كل المهم تكاثر وما شاء الله طريقة الوقت تضريب الارنب متى تنضرب الانثى متى ييها شو المعطيات شو العيال شو هذا كله طالت عماركم نحن ما برونا طري لان هذه خصوصيه والهم الحق فيه انه يعني مشروع تعبانين عليه وما يبون حد ياخذ يبتدي من حيث انتهوهم هذا شيء ثاني هاك في الصناعات اللي غير لكن هذا شيء روحهم خسرين عليه مبالغ وقدرها فيبون هذا شيء خاص فيهم لين خلاف عاده لين الله الفرج ماله فحاطين كاميرات وحاطين الدنيا طريقه التزاوج هاي كلها ابحاث وعلوم كثيره طويله عريضه ما يعلمها الا الله ابو سلطان وانت تمشي شو الفرق بين الارنب البرية والارنب اللي في السوق وكم هاي كم تجيب من العيال وهاي كم تجيب من العيال هذيك فيها على فكرة ترى هالهناق اللي تشوفونهن ها كلهن لتربية الأرانب وكلهم فل ما شاء الله انزين محمد تفضل هذيك وراثيا تجيب 6 و8 و10 كل كم هذيك ما أعرف لكن عندنا نحن كل 40 يوم انتو حلرنا بهني كل 40 يوم نعم. تجيب لك كم واحد واثنين اثنين وواحد على حسب الهرمون اللي عنده لكن اللي من غير يجيبن بالستة والثمانية هذيك روحها هذيك صنف ثاني هي. ما لها خص يعني ما لها خص في هذه الارنب هذه برية وهذيك رقابات او غيره من الارنب شو السبب اللي خلى مزرعتكم تاخذ المزرعة النموذجية فيها انا بيني يعني ما كان المقصد اني انا اسويها نموذجية لا شو هي؟ شو اللي خلاها توصل تاخذ النموذج؟ لان المتطلبات اللي يطالبينها هم اللجنه نعم في مصلحه كل مزارع يعني ها. مثال انا اعطيك الحين ما عندي عامل يسقي نخل ها لا روح اوتوماتيك لكن اللي اقوله لك ان العامل استفدت في مكان ثاني هي. الحين يوم يروح عندي عامل اللي يبدل ولف ما هم مثل طال عمرك يوم بيكون عندي عامل انا استفيد منه من شيء ثاني وغير هذا كل شيرة تاخذ ماهل اللي هي محتاجته نعم العامل هذا بيسقي هذه ساعة وهذيك نص ساعة وهذيك 10 دقائق وهذيك وهاك بيغفل بيبرمس في التليفون اما الحين لا كلهم واحد ما شاء الله انا طالت اعماركم من هالترتيب كل الحين وصلنا الى غرفة التجفيف والتغليف هاي غرفة التجفيف والتغليف عندهم هاي يا ليت هذا شو حينه؟ هذا زامل لكنه تمره وهذا الزاملي سمعتوا بالزاملي ها ما شاء الله هذا الخاص ننقي منها الحبات الكبار للكبس والباقي نطرش الفوق
العلوم كلها هي بسوء. ودرس هنا طال عمرك طبيعي. ها. شو؟ اسمي لذيذ. لذيذ إلى لذيذ عادي زامبي لذيذ إلى أبعد الحدود. سبحان الله سبحانك يا رب. دبس يقطع. منو بيخف؟ والله يا جماعة الخير. هاي ما رح أقول شكر ريج. عسل ريج. عسل ريج. يا غيرك تحرمه. إيه دبس شو عاد بالتمر هذا؟ هذا دبس خلاص. ما شاء الله تبارك الرحمن. دبس خلاص. بالنهاية بخبرك عن معلومة أن أندر وأغلى دبس في العالم تدري شو دبسه؟ دبس الفر. أسودي من هذا؟ إيه نعم. وأغلى وأندر وما يوجد إلا فقط في عمان. يبونه العين لكن يوصل وايد غالي. لا انا اقول لك يقول قلب اللي عنده فار طب يسوي منه دبس. اقول لك هي الانسان هذا على حسب. طب ما شاء الله شوف الله عليك. هذا طبعا اخر حرام تقول عسل. لا هو عسل والله. نعم وين اشياء خليه يبنى يجربه. الهدف من تكون مزرعه نموذجيه هو تعلية الإنتاج، تحسين المنتج، زيادة الرقعة الخضراء، بأقل التكاليف، نجاح طريقة الري، المحافظة على النخيل النسيجي، طريقة إكثار الحيوانات عديمة الأمراض اللي أو تكون معدومة أو قليلة الأمراض على الأقل. فحين نحن نشوفه من غرفة لين غرفة لين غرفة لين غرفة ونحن نمشي ونشوف المنتجات ونشوف طريقة التصنيع. هذا نحن هذا شيء ما بلا تجاري، هذا شيء يفرح العرب والناس تنبسط وتكون سعيدة. هذا شو حين بالله هذا. يلا هذا إنتاج مزارعنا نحن ما شاء الله تبارك الرحمن. كلك طال عمر الكبس تخلصون العمام طريقها حديث ونظيف وفنان. في ميزان الأمس إيه هذا شو بالله؟ هذه نوادر وكانت النية أن نحن من أفضل الأنواع يعني السنة اللي شفتها. هذا الكرتون شريب 3000 كل كرتون. كرتون واحد. الواحد. خذنا منه 10 كراتين 30000. أولاً دعم والشيء الثاني من أفضل أنواع التمور اللي أربط فيه. مع أن في أنواع ثانية ولكن. هي. هذا الرجال اللي منتج لنا يستاهل الدعم منه الصراحه. جزاكم الله خير. دوب كذا مسموحه؟ اي نعم. 3000 نعم. بينظروني العرب جنبك اللي فرده كريتينها كبير 3000. يلا مرحبا. الله يبوك. تطلع الرطبه ب 11 درهم. ودرتوا عنكم هذا؟ ما ودك تسرطها حينه ودك تازم لها تلوتشة بسببك تلوتشة وتازمها ترمس وتلوتشة. والله غميضة يا ما ودي أسرطها شيء غيرها. لعمرك الحين 22 درهم 22 درهم في لحظة بس في ذمك متعة شيء مسحوح تيك متعة في الضر تحت الضرس يوم تدور فردة الصحة على الضرس وتازم تلوتشة في ثمك تحس بمتعة تحس كأنك غير نمون في عالم آخر. حشي أبوك هذا مبسح وصفك يا أبو محمد غير نمون. أقول لك إنتاج صد يعني تدوبها هذه الشيء هذه مدهن هذه مدهن وايد اللي طال عمرك وايد من الشباب المجتهدين بعد في هذا المجال بالله عليك مثل بن حال وغير من الشباب اللي يمكن ما تصوروا السوشيال ميديا ولكن والله يشكرون على جهودهم اللي يسوون بس. زحمة ضخيل. لكن هذا عجب الإعجاب. هذا شو؟ هو؟ لمنها؟ هاي مدهن. أبوك منو عنده مدهن بيسويها سح؟ ما تهون. والله أنا غير الخراب. أنا وديت عيزت من كثر ما أطرش. جزاك الله خير. يعني الناس. ما شاء الله تبارك. قريبين. خطفنا على كل الأماكن.
أماكن سمحوا لنا نصور، وأماكن أكثر الأماكن ما طاع. ترى أبوي هذا على ما يقولون المصريين شرات الفريق، ما يحبش الشريك، فما يحب حد يأخذ منه من سامان اللي روحه يسويه يمتاز فيه، مبعد لجل شيء لجل يعني خصوصية. هذه محمية الحمام البري اللي هو القمري. شو أنواعهن؟ رعبية. أنا تحريت رعبي. لا هي رعبية. ككل. أنا شفتك أنك تقول رعبية وأنك ما تبها قمرية. لا. الرعبي هي القمري. أيوة. وليش سمي قمري؟ لأن هي سري ليل بالهجرة، يسري ليل. سبحان الله. سموها قمري. ولا هن ثلاث. صغيرة يسمونها قنطرة. والمطوق هاي في حلقة يسمونها كفاح. وهذه يسمونها رعبية. أيوة. اللي بتشوفها هي الرقفة. أكيد العذر والسموحة من الناس اللي مش من هواة الزراعة ومش من هواة الحيوان ولا من هواة الطبيعة. حد من العرب تعيبهم التكنولوجيا وتعيبهم الفنادق والمولات، فسامحونا عاد من البارحة باليوم نحن نحاول نرضي جميع الأذواق. أما عن عمري أنا أحب أبوي الطرب عند العرب. أنا على ما قالوا المصريين بتاع كله، أحب الدنيا وحوش حوشة، فلذلك أنا أحب كل شيء في الدنيا، كل شيء في طبيعة وفي حياة أحبه، حتى الجمال، حتى أي شيء أحبه، ما عندي خلاف. فحين أنا اليوم طلعت عماركم هذا عالم، فالعالم هذا وهالريال نحن ما يحصل دوم، ما يحصل دوم، وسبحان من صخره لي اليوم وتبرض لي، ولا مليون تليفون ياه ومليون اتصال ومليون مكان، لك رب العالمين الحمد لله. ها شوفوا يربعوا لي بالتليفونات، ها كلنا. كم حمامة بالله عليك هاي؟ هاي لك كثرة عندي هنا. شاعر بن هياي طالت عماركم أبو سلطان، مب من الشباب اللي يهمهم التصوير ولا شو ولا طالعوني ولا عرفوا، ترى يا الإنسان معروف، وهو ما شاء الله كده حصل البيرق وحصل التصوير وحصل برامج التلفزيوني، ما في حياتي لا أنا ولا غيري. عندك تفاداتي سمعت طيب شاعر قالط عند الكبار قبل الصغار، والحمد لله رب العالمين، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن أني أنا أي مهتم أنا في الإنسان اللي يبغي يظهر شو عنده، أو أنا أطمع أني أعرف شو عنده وطمعان أنه يخليني أصور، يعني ما خلاني أصور كل شيء، هو الأشي اللي واو ملفت للنظر ما خلاني أصور إلا من بعيد. كان شيء أسوي مقلة لا حيلة لا حول ولا قوة. شوف القدرية الراقطة اللي فوق كلنا راح اللي تشوفونه ما بلا يعني مزرعة نموذجية عادية، هذا مركز أبحاث، مركز أبحاث ولبشو ولبل النظر، هذا مركز أبحاث يسهر عليه ريال وعنده موظفين ومراقبين بالكاميرات حياتهم كيف عايشات كيف وقت التفريخ التكاثر. شو يفرق بينهم؟ قطع هذا سبحانك يا رب. شو القطع هذا؟ هاي نوعية من القطع قد طرشناها لجهة معينة، وبنحن بعد كم وحدة مصابات قلت براهن هني يمكن يعيلن مستفيد من عيالهم مع انهم فيهن اصابات شوي. انا منتج 2000 ماشي من القطع، من القطع هذه اللي برهن ما بغيت اعدمهم قلت براهن، والباقات راح عند جهه معينه. بيئتنا نحن الصحراويه تحتاج الى هذا النوع من الاهتمام وهذا النوع من الشباب اللي يحافظون على اكثار الحيوانات وخصوصا اللي مهدده بالانقراض والاكثار منها، وتوفير البيئه المناخيه اللي هي تعيش فيها وتتكاثر. هذا شيء من الطيور يحل على شيره معينه يستوي تلقيح، شيء من الفراشات تروح المكان الفلاني ويستوي الاكثار والخصاب، هذا رب العالمين جعل شيء ينفع شيء. هذا كل خط كامل أم الدهن، 1 2 3 4 5 خمس لاينات كلها أم الدهن، كل لاين 10 ما شاء الله. شوفوا داخل في الخط في المزارع يسمونه لاين خط، لكن اللي خاري مرة هاي يسمونه عاضد، جمعهن عواضد، هذا اللي الناس تطويه. هذا شو بالله عليك حين مشتر التجارب الزراعية؟ فيه الأرطاء وفيه الغاف، فيه طال عمرك بعض الأنسجة
في طعام، نحن نزرع طعام، طلعنا الى طعام سلندرات. هذا زارع عرضه انا يوميه خاطر هنا علينا، لكنها صرت لقيت لي كم من شر. هذا الحين بزرعها مني مره بطرف الرصيف يذرن على المزرعه. هذه شو؟ هذه شيره افريقيه ورد، جبتها هناك عند البركه تعبت وجبتها المشتل عشان ما تموت. وهني طال عمرك خيرات الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ترتيب جميل، ترتيب جميل ومكان نظيف، ما تلقط شيء طايح ولا شيء بدون تأسيس ولا بدون تفكير. بنية تحتية من شوارع، من أرصفة، من من منظر جميل، يعني ما شاء الله، يعني كل شيء متعوب عليه. لذلك خذت المزرعة النموذجية مب من فراغ، ما أخذت المسمى هذا إلا هي تستحقه. سبحانك يا رب. طالت عمركم هذا قبل نهاية اللقاء، نهاية هالزيارة الجميلة، نصور لكم هالحوض. هذا كله بأرخص الأسعار تم بناءه، وتم إنشاء هذا المجمع السكني الجميل من أشياء بسيطة بسيطة بأرخص الأسعار. شيء طبيعي خصوصية تمهم وأنا ما بخبركم بها، لكن يعني يعني بربع أي قيمة أنت تتخيلونها، أيا كان السعر اللي أنت تحطونه، هذا كل تكاليفه حتى الربع ما يستوي. سبحان الله. يقول لك ابعث رجال ولا تبعث دراهم، لأنك إن بعثت الرجال يأتونك بالدراهم. شكرا يا أبو سلطان على هالزيارة، إتاحة الفرصة لنا. شكرا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. الله